السلام عليكم، معكم مريم قرداوي رئيسة ديال تعاونية الدلوعة المغربية من مدينة الدار البيضاء. اليوم جينا لهاد الفورماسيون اللي خدينا فيها بزاف ديال المعلومات. حنا كتعاونيات ما كنلقاوش المعلومة في اي بلاصة، حتى كنجيو نحضروا لهاد لي فورماسيون اللي كنلقاو فيهم بزاف ديال المعلومات، كطريقة ديال التصدير، طريقة ديال التسويق، بزاف ديال المعلومات، شحال تقريبا المغرب كيصدر، التعاونيات فين واصلين في المغرب. فهاد الخطوة جدا مهمة لأنهم كيعاونونا كنعرفوا حنا فين واصلين في الخدمة وفين نقدروا نوصلوا من بعد. حنايا كتعاونية يعني ما عندناش بزاف مدة طويلة باش بدينا، ولكن من الخطة من هنا العام عامين إن شاء الله ناويين نبداو في التسويق الإلكتروني. عندنا صحيح أنه عندنا موقع إلكتروني وغادي يكون عندنا صفحات غادي، وكنطمحوا أكثر أننا نصدروا خارج المغرب ونتعاملوا مع دول الخليج، دول كأمريكا، ونصدروا لها زيت الأرغان، منتجات تجميلية طبيعية مغربية، يعرفونا احنا كتعاونيات شنو كنديروا، فين واصلين في الخدمة، ووصلهم منتج ديالنا اللي هو ذو جودة رائعة وجيدة. كيف ما كتعرفوا بزاف ديال المنتجات اللي هي كتباع حاليا في المغرب مغربية او لا خارج المغرب كتجي، فهي غير مرخصة وكتكون جودة ديالها سيئة وكتضر المستهلك. فاليوم في هاد الفورماسيون هضرنا على الجودة وعلى التراخيص اللي كتعطى التعاونيات، وان ممكن التعاونية تحصل على ترخيص وتقدر ان بهذا الترخيص تصدر المنتج ديالها لدول اخرى وتبيع المنتج ديالها حتى داخل المغرب، ويكون ذو جودة رائعة ويكون مرخص يعني معترفة به الدولة. شكرا.